الكون والسهرة أطفال وهدايا ولوني غار من لون سهرة عيد كل العيد يهون نور جديد ويضوي الكون والسهرة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. كلمات أعتادت الشفاه ترديدها في يوم الميلاد، حيث عمت الأجواء الميلادية منطقة دمشق القديمة وكان لها حكاية هذه السنة. ترافقت هذه الحكاية مع انتصارات الجيش العربي السوري، فرح وأمل غمر قلوب السوريين لاستقبال طفل السلام يسوع المسيح. الله يحمي جيشنا وشبابنا اللي في كل الجبهات في سوريا، جبهات كثيرة ونحن أكثر، لأن الله معنا ويسوع الذي نستقبله اسمه عمانوئيل، يعني الله معنا. وإذا كان الله معنا فمن علينا؟ وإذا كحد علينا سنغلبه باسم الرب يسوع. ولذلك نطلب أن يكون هذا العيد عيد محبة كبيرة جدا، ما بدنا بغض لأحد، محبة وبس. ولذلك أيضا نفرح بأن البعض بخمنوا سوريا بهالأعياد نايمة أو مطفية، لا، كل أضواء، أضواء مادية، أضواء روحية. هو كرنفال الميلاد، كرنفال السلام لسوريا، مثل مكافأة لأرواح شهدائنا اللي ضحوا مشاننا هن كلياتهم، نحن مشان استمرارية الحياة، عودة الحياة إلى سوريا، ومنشد إيدنا على إيد الجيل، إنه هن عم بيحاربوا ونحن عم نعيد الحياة. رسالة لكل العالم، نحن موجودين ونحن قاعدين وصامدين، نحن مسيحية الشرق قاعدين ببلدنا سوريا، صامدين فيها لآخر واحد فينا. الله يحمي الجميع وإن شاء الله عن جد تضل بسمة سوريا مثل ما هي. إن شاء الله نضل إنه قادرين إنه يعني نرفع اسم سوريا ونضل زارعين الاسم بعيون الناس. من منطقة باب شرقي أضيئت المغارة التي ولد فيها المخلص بجهود شباب وشابات المنطقة لتملأ القلوب بالبهجة. إن شاء الله بعم الأمن والأمان لسوريا الحبيبة، وينعاد عليكم وعلى الجميع وعلى سوريا وعقائدنا وعلى الجيش العربي السوري بخير وسلام. لساتنا منحب الحياة وعايشين ورح نضل عايشين ورح نضل نحب الحياة، لأن إحنا الحياة موجودة فينا، والمسيح إجا لهالبلد وإجا من هالمنطقة لأنه هو بحب الحياة وإجا للحياة ولدعا للمحبة والسلام. إن شاء الله يا رب بعم السلام والأمن على سوريا كلها وترجع الشام مثل أول وأحلى يا رب. تخام أنتو بخير سوريا. أضواء وزينة بعثت الأمل في عيون كل من جاء إلى ذلك الطريق الواصل بين باب شرقي والكنيسة المريمية، والتي علت الحناجر بها ترنيما لتبعث في النفس الطمأنينة. وإلى خارج سور باب شرقي أقيم ريسيتال ميلادي لفرقة مار الياس ليكون يوم الميلاد يوم فرح وسلام. نحن مع عجقة الاحتفالات بالعيد شيء كتير مهم أنه ما بننسى نجي على الكنيسة نصلي ونرفع قلوبنا وصلواتنا لربنا اللي رح يولد يسوع بمغارة بهالكم يوم، ربنا يحمي شعبنا وبلدنا وجيشنا، الجيش اللي على طرقات سهران تنسهر نحن بالكنيسة نصلي. صوت واحد اجتمع عليه السوريين بدعوات لسوريا وللجيش العربي السوري. كل أجواء بتحسسك بالفرح وإن شاء الله تضل هيك سوريا بأمان وخير. بتنعاد على الجميع بهداوة البال للكل إن شاء الله، لسوريا كلياتها وللجيش العربي السوري ولرئيسنا وللكل إن شاء الله. أتمنى للسوريا أكيد يرجع الأمن والأمان، وإن شاء الله العيد الجاي منعيد بانتصار سوريا ونكون فرحانين أكثر من هيك. سوريا بولادة المخلص ستكون بشارة أملنا ومحبة للغد الواعد بالنصر.
في الميلاد توحد المحبة السوريين وتعلو شفاههم صلوات لعودة سوريا آمنة بولادة طفل السلام يسوع المسيح. كل عام وأنتم وسوريا بألف خير. من دمشق للأخبارية السورية سالي شارة.